حركة اليمين واليسار. ها نعم اشرح لنا عليها بعدها، بجيبك تشرح عليها. هذه كلها تجارب للسيارات، سيارات الجروب، انا ما اتكلم على سيارات العموم يعني، هذه كلها تجارب ايش؟ بدون دبل. هذا كابتن ابو ريم ما شاء الله تبارك الله. هيغبروا زي ما تبغوا. طبعا انا طالع لكم فوق الغماره هنا، شوف الغبار ما يجيني والهواء واخذ زاويته صح كله. فين رحت يا ابو ريم؟ خلاص رايح بيتكم ولا وين؟
عاد يا ولد، هذا مع صباح السيارة تعطش كذا واحنا نعطش وكلنا نروح فيها. استر عليك يا تركي. يا ابو ريم يا رجل، ماذا فعلت وماذا دهرت واننا صائمون؟ هذا وين الحقك دحين؟ خلاص كذا كفايه. يا ابو ريم، يا ابو ريم ما قصرت، هاي كلها تجارب من غير دبل الان، طبعا من غير دبل لازم تحتاج مسافه عشان تطلع. صلاه على محمد، كفو يا شنب ما قصرت. كفراتك مليانة الظاهر. طبعا هذا اللي احنا نتكلم فيه، كفرات مليانة. انسى انك تمشي لو مو دبل، لو 15 دبل عندك كفر مو منسم، ما في فايدة دبل هذا ولا يسوي قرش، زي ما عمل الاخ ابو ريم الان وقلنا له كفراتك مليانة وقال نعم، فمستحيل تتحرك، فتنسيمة هي المهمة. روح يا شنب. طبعا في ناس جات على القناة وكتبت في الكومنت تحت انه هذا عبث وهذا تهور وهذا، يا اخواننا يعني هذه هواية طيب، وانت في بر، لا انت مزعج ناس ولا انت مأدي احد، وعبث وما عبث اللي تقولونه، هذه السيارات ملعوب فيها للاشياء اللي زي كذا. انا ما اجيب سيارة يعني من بلدها امكانياتها ضعيفة اجلدها لا، انا سيارة متعوبة فيها مدفوع فيها مبالغ عشان تعمل الاشياء هذه. يعني هذه السيارة اللي طلعت السوداء هذه ما فيها ولا شيء، يستحيل تعمل السيارات اللي تسويها الثانية، فالثانية هذه مرهمة، المرهمة هي صنعت وترهمت عشان هذه الامور. فمع احترامي للي شاف الموضوع عبث وانه تهور وانه شيء زي كذا، انا كتبت له ورديت عليه في القناة، قلت له يا اخواننا الناس اللي بتسوق معانا في الجروب ناس على قدر كبير من الخبرة، ما ابغى اقول محترفة عشان لا يقولوا ان احنا اجل ما ادري وشو، لا كل اللي يسوق بصراحة نعتبره سواق.
هذه اسمها التوقيفة. اخلص انت. على محمد. وهذا كابتننا ماجد ما شاء الله. يا ولد كابتن قفل قزازك يا ولد. ٣٢٠ ما شاء الله تبارك الله. تاج اعتقد كفراتك تنزلها شوي. يا جبال باتول 320 ما شاء الله لا قوة الا بالله. نزل كفرات ويطلع بكل درع. هذا اللي نقوله. ما شاء الله تبارك الله 320 اليوم اليوم الباترول 400 و 300 والاشياء المرحبة. صلاة على محمد. لحظة بوريم جاي لحظة. عاشق دبلك الان. برافو يا بريم. هذا كابتننا ابو ريم ما شاء الله تبارك الله.
الله تبارك الله يا كابتن. أنا شوي بس وتزبط 100%. كفو ما قصر. على محمد يا شلب. واي تعلق الشنب. وياتي الشنب الثاني هذا انه يخليه لي مضوى. هو لو رجع ورا كان طلع، بس هو عافر اللي بيطلع قدام. قفل قزازك يا ولد. واو ابو سليم. يو يو من الراي هذا؟ شو النغالة؟ هذا الفرخ هذا الله، هذا فرخه والفروخ كثير. روح انت يلا. طبعا انا ما اقدر اجيب اللقطة من الخلف لان الشمس في ظهري، فلو رجعت الشاشة حتصير سوداء. نوافير دبي جات يا عيال. الصلاة على محمد، الله صل وسلم عليه. خلاص اسحبوا يلا. ما قصرت يا ابو ريم. كفو. الصلاة على محمد. ويتقدم. انا اللي يتقدم. ابو ريم يتقدم. يتقدم ابو ريم. واخذ المنعطف. واو ولا يتقدم ويتراجع. ما في تعليق بصراحة، يعني لو علقنا زيادة على اللزوم يعني كيف الحال؟ بعدين نقول لكم على سفر. ما تصنع الأبور هذه، ما يصنع على سفر. ارجع يا ولد.
هذا رده، الصلاة على محمد.